البداية الدرس بتاعنا ده هيبقى طويل شوية عشان احنا هنشرح حاجات من ليسون 1 وليسون 2، تمام؟ طيب أول حاجة هنتكلم عنها الأنجل. يعني إيه أنجل؟ قال لي الأنجل هي يونيون أوف تو ريز. يعني إيه يونيون أوف تو ريز؟ قال لي يعني هيبقى عندك تو ريز زي الريد ري ده والبلاك ري، تمام؟ ماشي. have the same starting point. يعني إيه have the same starting point؟ قال لي يعني ما يبقاش مرسوم زي ما أنا عامله كده، لأ. يبقى البداية بتاعته، شايف البداية دي؟ عند البداية بتاعت الأسود. طيب كده بقى عندي أنجل. كده فين يا مستر الأنجل؟ قال لي تعالى نحط letters كده A B و C. ده هيبقى letter بيتحرك معايا، يعني مثلا على البتاع ده C. طيب بالشكل اللي موجود عندي ده، عندي أنجل. الأنجل بتاعتي اسمها إيه؟ أنجل. دايما الفيرتكس بتاعتي تبقى موجودة في النص، يبقى B A C. خلاص، يبقى أول أنجل موجودة عندي اسمها إيه؟ B A C. طب بكام؟ قال لي دي زيرو أنجل. ليه زيرو؟ قال لي عشان التو ريز هاف ذا سيم دايركشن، التو ري ماشيين ورا بعضهم. طيب تعالوا نغير الموضوع شوية. نمسك هنا، أمسك الري ده وأحركه الليترز بتاعته. خلاص كده بقى عندي انجل نوعها ايه؟ الانجل اللي موجود عندي، ممتاز، اكيوت انجل، اسمها ايه؟ انجل بي اي سي. كده بقت اكيوت انجل. قال لي يا مستر تفضل اكيوت انجل طول ما انا بتحرك بالري ده. طول ما انا بتحرك بالري ده كل ده acute angle acute angle acute angle acute angle acute angle. أول ما أوصل كده بالشكل ده بقت إيه؟ أيوة right angle. اللي يبقى angle BAC right angle. right angle يعني الميجر بتاعها بكام؟ 90 ديجري. خلاص ماشي، خلصوا كده. قال لي لا، هو هيكمل الحركه بتاعته اهو كده. عدينا الرايت صح، دخلنا في ايه؟ اكسلنت اوبتيوس انجل. قال لي بقى عندنا اوبتيوس انجل. خلاص، طب الاوبتيوس انجل دي ايه؟ قال لي دي جريتر ذان 90 للزام. ادي الانجل، تعالى نسميها انجل اكس مثلا، للزام ال 180. خلاص كده بقت انجل سي. كل دي الاكس بتاعتنا اللي احنا بنتكلم عنها. طب الاكيوت انجل، قال لي الاكيوت انجل كان جريتر زين الزيرو للزام في 90. طب الرايت قلنا الاكس بكام؟ في 90. ماشي، خلصوا كده الانجلز. قال لي لا، ممكن اروح ماسك الري بتاعي ده واحركه كده كده. بس يا حاج، بس يا ام، هي ليه كبرت كده؟ ايه يا حاج يا ام؟ بس امسحها. دلوقتي بقى عندي ايه؟ ستريت انجل. بص، بالستريت انجل الاكس بتاعتها بكام؟ قال لي 180. خلاص، يبقى الستريت انجل بكام؟ 180. طب ايه اللي بيميز الستريت انجل؟ اللي التو ريز هاف اوبوزيت دايركشن. تلاقي الاي بي رايح للرايت، الاي سي رايح للليفت. خلاص، خلصوا كده الانجلز بتوعنا. لا، قال لي بقى اخر انجل عندنا، نرجع تاني نمسك الري بتاعنا ونحركه كده. عدى الستريت لاين صح؟ بقى كده الانجل بتاعتنا دي بقى اسمها ايه؟ ممتاز، ريفلكس. خلاص، ريفلكس انجل. طيب ايه المميز في الريفلكس انجل؟ قال لي الاكس بتاعتي للزين 360 جريتر ذان، عدينا مين؟ ال 180. خلاص، يبقى تاني احنا عندنا كام نوع من الانجلز لازم حضرتك تبقى مذاكرهم؟ 6. أول واحدة
زيرو انجل، بعد كده اكيوت رايت اوبتيوس ستريت ريفليكس. خلاص اتمنى ما يكونش حد مش فاهم دول، او اسالك فيهم ما تجاوبش هتبقى سنتك سودا. الاكيوميوليتيف انجل، قال لي الاكيوميوليتيف انجل، قال لي يعني الصم اوف انجلز. يعني ايه سم اوف انجلز؟ قال لي يعني هيبقى عندك اكتر من انجل ات بوينت ايكوال 360. يبقى كلمه accumulative انجل يعني ايه؟ قال لي سم اوف الانجلز ات بوينت ايكوال 360. طيب complementary انجلز، قال لي دول تو انجلز زير سم ايكوال 90. يبقى كلمة complementary معناها ايه؟ اللي معناها ان انا عندي كام انجل يا مستر؟ 2 انجلز زير سم ايكوال 90. طيب ال supplementary انجل اللي برضه يا مستر هيبقى 2 انجلز زير سم ايكوال 180 ديجري. يبقى تاني احنا دلوقتي اتكلمنا عن ايه؟ اتكلمنا عن الانجلز، قلنا عندنا كام نوع من الانجلز؟ 6 اللي هم زيرو اكيوت رايت اوبتيوس ستريت ريفليكس. طيب فيهم 3 انجلز احنا عارفين النمبر بتاعهم، يعني لما اقول لك زيرو انجل يبقى الاكس بكام؟ بزيرو، يعني الانجل بتاعتي بزيرو. طب رايت انجل يبقى الانجل بتاعتي بكام؟ ب 90. طب ستريت انجل يبقى الانجل بتاعتي بكام؟ 180. خلاص دول ما فهمش تفكير، يعني انت مش محتاج تشغل مخ، دول هتبقى حضرتك حافظهم. طيب عندي 3 انجلز محتاج افكر فيهم شويه. زي مين؟ قال لي زي الاكيوت انجل. مالها الاكيوت انجل؟ قال لي جريتر ذان الزيرو ليس ذان ال 90. يعني ايه جريتر ذان الزيرو ليس ذان ال 90؟ قال لي يعني تنفع 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 10 20 30 40 50 70، اي رقم من دول ليس ذان ال 90. خلاص؟ طيب الستريت انجل سوري الاوبتيوس انجل قال لي جريتر ذان ال 90، تنفع 91؟ اه 92؟ ايوه. ينفع 100؟ ايوه. 120؟ ايوه. 170؟ ايوه. خلاص؟ طب تنفع 200؟ لا. قال لي 200 يبقى احنا دخلنا في حاجه اسمها ايه؟ ريفلكس انجل، يبقى الريفلكس انجل هي جريتر ذان ال 180. طيب عندي ثلاث كلمات مهمين جدا، كيميوليتيف كومبلمنتري سبلمنتري. اكيوميوليتيف انجلز يعني عندك كام انجل؟ ما اعرفش، ممكن يبقوا 2 انجلز 3 انجلز 4 انجلز 5 انجلز، اي عدد. خلاص بس انا عارف ان الصم بتاعهم كلهم على بعض هيبقى بكام؟ 360. طيب كومبلمنت انجلز، اللي كومبلمنت يعني انا عندي 2 انجلز بس الصم بتاعهم ب 90، يعني ممكن واحده تبقى 50 الثانيه تبقى 40، ممكن واحده تبقى 30 الثانيه هتبقى 60 and so on. خلاص؟ طب supplementary angles قال لي 2 angles الصم بتاعهم 180، ممكن واحدة 90 والتانية تبقى اللي برضه 90. خلاص؟ ممكن واحدة تبقى 100 والتانية تبقى 80. خلاص؟ يا رب تكون وضحت. تعالى نحل شوية أسئلة على الكلام الفاضي ده. بيقول لي measure of right angle، قال لي يا مستر right angle أنا حافظها بكام؟ 90. Angle whose measure is 90 is right. واضح ان انا بختبرك في حاجات بديهيه كده. ماشي. سم اوف اكيميوليتيف، قلنا اكيميوليتيف يبقى كام؟ 360. طيب دي حته طبعا ليسون 1 برضه هنقولها بس هعيد عليها تاني قدام. بيقول لي عندي تراينجل اي بي سي كونجرنت لتراينجل اكس واي زد، يبقى الاي بي ايكوال اللي الاي بي ايكوال اكس واي. طب ولو قلنا اي بي وحطينا عليها لاين سيجمنت، قال لي لا دلوقتي تبقى كونجرنت للاكس واي ونحط عليها برضو لاين ايه؟ سيجمنت. خلاص؟ ماشي. انجل هوز ميجر 70، كومبلمنت قلنا كومبلمنت يبقى الصم بتاعهم كام؟ 90، يبقى انا الانجل اللي انا محتاجها هنا هتبقى اكسلنت 90 ماينس 70 ايكوال 20 ديجري. ممتازين. طيب سبلمنت يعني الصم بتاعهم كام؟ 180، يبقى الانجل اللي انا محتاجها اللي هتبقى 180 ماينس الاكيوت. طب الاكيوت بكام؟ مش عارف، حط اي رقم من دماغك.
حط اي رقم للاكيو، فانا احط 80 مثلا، 180 ماينس 80 طلع كام؟ 100. طب ال 100 دي كانت انهي تايبز في الانجل؟ اكسترنت اوبتيوس. خلاص يبقى الاكيوت سبلمنت اوبتيوس. طب لو قلت لك الرايت سبلمنت، اللي الرايت يا مستر يعني 90، سبلمنت يعني 180 ماينس 90 يدينا 90. طب ال 90 التايب بتاعها ايه؟ اكسترنت رايت. خلاص طب الزيرو سبلمنت، خلي الزي الزيرو سبلمنت اكسلنت الستريت. خلاص يا رب تكون واضح. انجل اوف ميجر 180 اتس تايب از، ال 180 كنا مسمينها ايه؟ ممتاز ستريت. The measure of straight angle equal 180. طيب the measure of right angle equal 90 degree. ممتازين. Sum of measure of cumulative 360. ايه ده؟ Two vertically opposite angle. يعني ايه two vertically opposite angle؟ بص يا مستر، لو انا عندي two straight line بالشكل ده، التو ستريت لاين دول عملوا لي كام انجل؟ 1 2 3 4. يبقى التو ستريت لاين انترسكت يبقى بيعملوا لي كام انجل؟ اللي 4 انجلز. قال لي انت عارف ان ميجر اوف انجل 1 ايكوال ميجر اوف انجل 3؟ يعني ايه؟ قال لي يعني لو 1 دي ب 100 هتبقى 3 برضه بكام؟ 100. ليه؟ قال لي دول حاجه اسمها فيرتيكالي اوبزيت انجل، عاملين بق سمكه كده. تلاقي البق ده، شايف الجزء ده ايكوال للجزء ده. خلاص يبقى ميجر اوف انجل 1 وانجل 3 ايكوال كام؟ قال لي هيبقوا ايكوال نفس الرقم اللي موجود. ليه؟ اسمهم فيرتيكالي اوبزيت انجل. قال لي يبقى التو فيرتيكالي اوبزيت انجل ار ايكوال ان ميجر. بس وضحت؟ طيب واحد تاني يروح قايل لي يا مستر على فكره ميجر اوف انجل 2 ايكوال ميجر اوف انجل 4 فيرتيكال اوبزيت انجل. ممتاز. طيب سؤال للاذكياء، لو سالتك ميجر اوف انجل 1 بلس ميجر اوف انجل 2 ايكوال 180. ممتاز، عشان دي كده ستريت انجل. خلاص ممتازين ممتازين ممتازين. قال لي يبقى الفيرتيكالي اوبزيت انجل بنعرف منها كم معلومه؟ قال لي بص يا مستر بنعرف منها ثلاث معلومات، ميجر اوف انجل 1 ايكوال ميجر اوف انجل 3، ميجر اوف انجل 2 ايكوال ميجر اوف انجل 4. 1 و2 ايكوال 180، 2 و3 ايكوال 180، 3 و4 ايكوال 180، 1 و4 ايكوال 180. يبقى اتش 2 ادجيسنت انجل ايكوال 180. خلاص ده في الفيرتيكلي اوبزيت انجل. طيب تو ستريت لاين انترسكت، ذا ميجر اوف اتش 2 فيرتيكلي اوبزيت انجل ار ايكوال ان ميجر. احنا بنعيد السؤال عشان تحفظه. يلا اتش 2 اوبزيت انجل ان باراليلوجرام ار. طيب فاكرين باراليلوجرام ده كان شكله عامل ازاي؟ لا صح ولا لا؟ بص يا باشمهندس ده كده باراليلو جرام، قال لي اتش 2 اوبزيت انجل، الانجل دي دول كده اسمهم اوبزيت انجل، دول بيكونوا ايه؟ اكسترنت ايكوال ان ميجر. ستريت لاين انترسكت تو بارل ستريت لاين then every two interior angle الانتيريور انجل في البارل ستريت لاين بيكونوا دول كده ايه؟
يبقى كده parallel straight line. angle 1 و angle 2 دول interior angle. قال لي دول بيكونوا ايه في الـ parallel x rand supplementary. يبقى الـ interior angle في الـ parallel بيكون supplementary. خلاص؟ على الله بص على الشيت بتاع حد ولا ايه ناقص. تعالى نشوف الأسئلة دي. قال لي بص أنا بحب أسمي الأسئلة بأسامي، فهسمي السؤال ده السؤال بتاع إيه؟ ستار. بص عشان هو عامل شكل الستار كده. كده. ماله السؤال بتاع الستار ده؟ قال لي سؤال الستار قبل ما تبدأ فيه تروح بادئ بجملة إيه؟ since sum of the cumulative angles at point M equal 360. شايف البوينت دي؟ اه. وده السؤال بتاع الستار؟ ايوه. يبقى اول جملة هتبدأ لي بيها sum of accumulative angles at point M equal 360. احفظها زي اسمك. ماشي. طيب وبعدين؟ قال لي therefore انت عايز مين؟ قال انا عايز measure of angle CMD. يبقى اروح اقول له measure of angle CMD equal 360 minus ونعمل open bracket. خلاص؟ ابدا اكتب بقى الارقام اللي موجوده عندك. قال لي عندي الانجل دي ب 110 plus 45. قال لي العلامه بتاعت السكوير الصغنن ده معناها كام؟ 90. اوعى حد ينساها والنبي. خلاص؟ وبعدين قال لي تروح تفتح الكالكوليتور الجميلة بتاعتك وتروح كاتب لي سوري مود 1 تروح كاتب الكلام الجميل اللي مكتوب قدامك 360 ماينس ماينس. طيب مش عارف ليه في منكم ناس، مش انتوا طبعا، في ناس متخلفة بتنسى تعمل البراكت فيطلع إجابات خزعبلية. تمام؟ فبعد إذنك ما تنساش تعمل إيه؟ البراكت. يبقى براكت 110 plus 45 plus 90 close the bracket equal 115. قال لي تبقى equal 115 plus. فيها مشكلة؟ طيب زي ما إحنا متعودين لما بناخد فكرة بكرهك فيها. يلا دي إيه؟ طار. اه يا مستر الستار، السؤال بتاع الستار كنا بنعمل ايه؟ ها؟ since sum of accumulative angles at point، وفين البوينت اللي هم متجمعين عندها؟ m equal 360. ماشي يا باشمهندس. وبعدين اللي بعدين ابدا افكر بقى، افكر ازاي يعني هو عايز مين؟ قال لي انا عايز زرفور ميجر اوف انجل بي ام سي ايكوال. انت عايز البي ام سي، عايز الانجل دي يا مستر؟ اه. يبقى 360 السم اللي انا جبته ماينس، وما تنساهاش تفتح البراكت. مش عارف اغنيها؟ ماشي 150 بلس 90. يلا يا باشمهندس نروح للكالكوليتور بتاعتنا 360 minus open bracket 150 plus 90 close the bracket equal 120. ماشي خلاص وضحت؟ حد لسه مش فاهمها؟ حد مش فاهم السؤال بتاع الستار ده؟ ماشي تعالى نتكلم عن البارلل. قال لي يعني ايه بارلل؟ قال لي انا عندك تو ستريت لاين الانترسكت ما بينهم ايكوال ايه؟ فاي. يبقى لو قلت لك اي بي انترسكت سي دي ايكوال فاي، يبقى الاي بي بارلل تو سي دي. طب لو قلت لك اي بي بارلل تو سي دي، يبقى اي بي انترسكت سي دي ايكوال ايوه فاي. خلاص؟ ماشي. يا رب تكون فهمت الحته دي. طيب العلامة بتاعت البارل دايما هتلاقيها شكل الارو ده.
يبقى اول ما اشوف شكل الارو ده اول جمله اروح اكتبها ايه؟ اروح اقول له كده اي بي واحط عليه لاين سيجمنت باراليل تو سي دي. خلاص. ولو انت شاطر تكمل السطر اللي باقي ده، مين اللاين اللي بيوصل ما بين الاي بي والسي دي؟ اكسرنت بي سي، اللي يبقى بي سي ترانس بيرسون. خلاص. طيب وبعدين قال لي ونشوف الليترز اللي هم بيكونوه، هو احنا عندنا كام ليترز في البارالل؟ ممتاز، عندنا حرف الزي وعندنا حرف السي وعندنا حرف الاف. طب الزي دي كنا بنسميها ايه؟ انتريور. كده يخرب بيتك الترنيت، اللي يسمع كلامك يروح في داهيه. يبقى الزي بنسميها ايه؟ الترنيت. طب السي انتريور، بالاف كورسبوندينج. ده حرف ايه؟ قال لي الزي نستفيد منه ايه؟ قال لي يبقى يا مستر ميجر اوف انجل بي، الانجل اللي في الكورنر دي ايكوال ميجر اوف انجل سي. يبقى هاجي هنا اقول له ميجر اوف انجل بي ايكوال ميجر اوف انجل سي، وما تنساش الله يبارك لك تكتب لي كلمه ايه؟ الترنيت. خلاص. وضحت؟ اكيد. ماشي، على الله حد ينسى. طيب اختبرك تاني مستر، هنا في تو ار، يبقى في تو بارلل احول، سواء كان ار واحد او تو ار معناها ايه؟ بارلل. قال لي يبقى يا مستر هروح اقول له كده اي بي بارلل تو سي دي. طب وبعدين قال لي وفي لاين بيوصل ما بينهم. ايوه يا مستر في الاي سي بيوصل ما بينهم، يبقى اي سي ترانس ترانسفيرسال يعني. خلاص. ماشي مستر، هو اي سي ولا اي اي؟ براحتك انت عايز تشوف مين. قال لي انا عايز اشوف الاي سي. قال لي يعني احنا شايفين اللاين ده بس، ها واقفين لحد هنا. طب دول كده حرف ايه؟ بص كده ده حرف ايه؟ اه ده حرف سي يا مستر. قال لي يبقى ميجر اوف انجل اي ايكوال 180 ماينس ميجر اوف انجل سي. خلاص. ليه؟ قال لي دول كده اسمهم انتريور. طب يا مستر ينفع اقول ميجر اوف انجل سي ايكوال 180 ماينس ميجر اوف انجل اي؟ ينفع. طب يا مستر ينفع اقول ميجر اوف انجل اي بلس ميجر اوف انجل سي ايكوال 180؟ ينفع، اللي يريحك اكتبه. خلاص. ماشي. طب واحد تاني قال لي يا مستر انا مش عاجبني الكلام اللي انتوا كتبتوه ده. ماشي يا باشا، عايز ايه؟ انا امسح بس الجزئيه اللي فوق دي يعني، هكمل فوقها. قال لي انا عايز اروح اكتب كده اي بي بارلل لسي دي. ممتاز. قال لي واي اي ترانس ترانسفيرسالي. خلاص. ماشي يا باشمهندس. وبعدين قال لي خلاص دلوقتي انا اقدر اروح اقول له ان ميجر اوف انجل اي ايكوال ميجر اوف انجل بي سي اي. خلاص. ودول كده كروس بوندنج، عشان ده كده حرف اف يا مستر مش حرف سي. خلاص. ممتاز. تعال نشوف اللي هو قال عليهم، فين التو انجلز اللي الباشمهندس قال لنا عليهم؟ قال لي شايف انجل اي دي؟ شايف الانجل دي يا مستر؟ اه. وانجل دي سي اي. خلاص. ولازم اقولها بكام لتر؟ 3 لترز. خلاص. وضحت؟ حد متلخبط في حاجه؟ ان شاء الله لا. ماشي، تعالى نحل الكام سؤال دول مع بعض. مستر مستر انا شايف علامه الارو اهو. اه نستفيد منها ايه؟ قال لي دي اي بارلل تو بي سي. ممتاز. قال لي واي بي ترانس. دول كده عاملين حرف ايه؟ قال لي حرف سي يا مستر. ماشي، يبقى اسمه ايه؟ انتريور. ممتاز. قال لي يبقى اروح اقول له كده يا مستر ميجر اوف انجل بي، الانجل اللي ناقصه عندي اللي مش موجود الرقم بتاعها، ايكوال 180 ماينس 72. خلاص. تطلع ايكوال 108 ديجري. ممتازين.
يلا تعالى نجرب حظنا تاني هنا. مين يقول اكس رانت اي دي بارلل للبي سي؟ مين اللاين اللي بيوصل ما بينهم؟ قال لي الاي بي، يبقى الاي بي اسمه ايه؟ ترانس. خلاص. طب دول عاملين حرف ايه؟ زي. حرف الزي كان اسمه ايه؟ الترنيت. قال لي انا اقدر دلوقتي يا مستر اروح اقول له ميجر اوف انجل ايه ايكوال ميجر اوف انجل بي ايكوال 57 ديجري. ممتازين ممتازين ممتازين، والله العظيم بجد. تعالى ناخد اخر سؤال، بس ابعد دول شويه نلاقي مكان لاخر سؤال. يلا يا باشا. قال لي بص يا مستر، عندك البي سي بارالل للاي دي، ممتاز. قال لي وهو مديني الانجل اللي بره يا مستر، يبقى مين الترانسفيرسال؟ اكسلنت، البي اي. قال لي والبي اي ترانس. طب نستفيد ايه؟ قال لي يبقى ميجر اوف انجل اي اي دي ايكوال ميجر اوف انجل بي خلاص ايكوال كام؟ 63 ديجري. ممتازين ممتازين ممتازين. ناقص كلمة كورسبوندينج يا مستر. ممتازين، ممكن اكتبها كروس واقف عند بوينت اس بس. ماشي. طيب ايه ده؟ احنا ما خدناش ده، يخرب بيتك. بص يا حبيب قلبي، احنا هنا بقى هنبدأ نجمع المعلومات اللي احنا اخدناها مع بعض. يعني ايه؟ قال لي تعالى كده بص، شايف الانجل ات بوينت سي؟ اه ده شكل الستار صح؟ بص عند بوينت سي هتلاقي عامل كده كده كده، مش ده السؤال بتاع الستار؟ اه. قال لي يبقى اول جملة ابدأ بيها ايه؟ قال لي سينس سم اوف accumulative angles at angle C equal. ممتازين 360. طيب قال لي مين الانجل بقى اللي ناقص عندك يا مستر؟ قال لي ميجر اوف انجل اي سي دي، اي سي دي تبقى ايكوال 360 ماينس وبين براكت، ابوس ايدك اوعى تنسى البراكت، 120 بلس 140 خلاص. ممتازين ايكوال. يلا يا مستر نفتح الكالكوليتر الجميله بتاعتنا. الكالكوليتر قفلت، نفتحها تاني. يلا نروح اقول له 360 ماينس اوبن براكت 120 بلس 140 كلوز ذا براكت ايكوال، قال لي 100 ديجري. يبقى انا جبت الانجل هنا بكام؟ 100 ديجري خلاص. ماشي. بيقول لي بروف ان الاي بي بارلل للسي دي. قال لي عشان اعمل بروف ان هم بارلل، قال لي لازم يا اما اشوف حرف زي، يا اما اشوف حرف سي، يا اما اشوف حرف اف. حد شايف اي حروف؟ مفيش. ها بص بص بص، ده حرف ايه؟ سي. قال لي مستر انا شفت حرف سي. ايوه يعني ايه؟ قال لي بالصدفه لقيت ان ميجر اوف انجل ايه بلس ميجر اوف انجل سي، في الايه اللي هي كانت كام؟ 80 بلس السي اللي هي كام؟ 100 ايكوال 180 صح؟ ودول عاملين حرف زي، سوري حرف سي خلاص، اللي هو اسمه ايه؟ انتريور. ماشي. نستفيد ايه لما نلاقي حرف سي وانتريور؟ اكسترنت. قال لي يبقى الاي بي يا مستر بارلل تو سي دي خلاص. ممتازين، موضوع سهل صح؟ ماشي. طيب تعالى بقى نبدا ايه في الجزء الجديد بتاعنا. قال لي بص يا مستر، احنا هندرس حاجه جديده اسمها ايه؟ بوليجون. هي مش جديده، انت شفتها في برايمري 6. ايه هو البوليجون؟ قال لي هو سمبل كلوزد لاين ذا كونسيست اوف 3 لاين. يبقى ذا ليست نمبر اوف اللاينز اللي ينفع تكون لي بوليجون كام؟ 3 خلاص؟ ماشي. اور مور،
The polygon is named according to number of its sides. ماشي، الديفينيشن ده يهمني في حاجة؟ لا. خلاص؟ أنا عايزك تبقى عارف إيه هو البوليجون. هو سيمبل كلوزد لاين. يعني إيه سيمبل كلوزد لاين؟ يعني ما فيهوش كيرف كده. خلاص؟ ده اسمه كلوزد لاين. خلاص؟ ماشي. طيب، تعالى نمسك بقى البوليجون. قال لي بص يا مستر، إحنا البوليجون بالنسبة لنا بنشوفه على كام شكل؟ شكلين. سوري، البوليجون بنعرفه بكام حاجة؟ قال لك حاجتين، يا إما السايدز بتاعته يا إما الأنجلز. طيب لو إحنا بصينا للبوليجون من ناحية الأنجلز، الأنجلز بتاعته يا إما يبقى فيه ريفليكس أنجل يا إما دازنت هاف ريفليكس أنجل، يبقى يا إما البوليجون بتاعنا يبقى فيه ريفليكس أنجل يا إما دازنت هاف ريفليكس أنجل، يعني ما عندهوش ريفليكس أنجل. طيب لو هو فيه ريفليكس أنجل يبقى اسمه إيه؟ كونكيف. زي ايه؟ زي البوليجون اللي احنا واخدينه هنا. تعالى ناخده فوق كده عشان انت تبقى شايف. شايف البوليجون ده؟ اه. قال لي البوليجون ده، تعالى نمسك الانجلز بتاعته واحده واحده. فلنفرض دي اسمها ايه؟ بي سي دي. قال لي بص، انجل ايه نوت ريفليكس انجل، صح؟ طب انجل سي نوت ريفليكس انجل، دي اكيوت، دي اكيوت، هنا اكيوت، تمام؟ طب انجل دي، بص انجل دي ريفلكس انجل، يعني ايه ريفلكس انجل؟ يعني جريتر ذان 180، يعني عدت الاستريت لاين بتاعها. خلاص؟ يبقى ده اسمه ايه؟ كونكيف. قال لي بص بص عشان نحفظها مع بعض. حرف الاكس ما بيجيش مع حرف الاكس. يبقى ريفلكس يبقى اسمه كونكيف. طيب، نوت ريفلكس يبقى اسمه كونفكس. الكونفكس هتبص على الانجلز بتاعته هتلاقيها ما فيهاش ولا واحده ايه؟ ريفلكس انجل. خلاص؟ طيب اللي احنا بندرسه السنه دي ايه؟ اللي احنا هنكمل بيه كونفكس. طب الكونكيف انا عايزك بس تعرف اسمه. بص يعني الرولز اللي احنا هنشتغل بيها دي كلها تخص مين؟ كونفكس. ماشي. طيب بالنسبه للسايدز، تعال نسمي البوليجون بتاعنا. قال لي لو هو كونسيست فروم 3 سايدز، وده السمولست بوليجون، اصغر بوليجون هندرسه. خلاص؟ اسمه ايه؟ ممتاز، ترانجل. طيب لو consist from four sides قال لي quadrilateral. بص هو quadrilateral بتختلف عن كلمة equilateral. ايكو يعني equal. خلاص افتكرها، equilateral يعني equal، لكن quad يعني four. خلاص عشان محدش يتلخبط ما بين الكلمتين. ماشي. طيب five، قلنا كلمة five يعني ايه؟ بن بنت، يعني 5 بنتاجو. بص بنتا. طب 6 هكساجو. طب 7 هبتا. طب 8 اوكتا. طب 9 مش مهمة، بس هي اسمها نينا جون أو نانو جون. نينا جون أو نونا جون. بس يا اما نينا جون يا اما نونا جون. خلاص مش مهمه، يعني انا مش هسالك في دي من النوادر، بس انا يهمني ان انت تبقى عارف 5 سايدز يبقى اسمه ايه؟ بنتاجون، 6 سايد هيكساجون، 7 هبتاجون، 8 اوكتاجون. خلاص احفظهم احفظهم عشان انت لو ما حفظتهمش مش هتعرف تجاوب الاسئله. ماشي. قال لي طيب تعالى ناخد تاني حتة صفحة بيضة كده ونتكلم في الموضوع تاني. اللي يبقى تاني البوليجون يا مستر، احنا قلنا هيتكون من سايدز وانجلز. الانجلز ليهم فكرتين، يا اما يبقى فيه ريفلكس. طيب لو فيه ريفلكس يبقى اسمه كونكيف. طيب ما فيهوش ريفلكس يبقى اسمه كونفكس. طب اللي احنا بنشتغل عليه السنه دي اسمه ايه؟ كونفكس بوليجون. خلاص ده ممكن بس اجيبه لك سؤال كده ايه؟ تشوز كومبليت. طيب بالنسبه للسايدز، قال لي السايد لو 3 سايدز يبقى اسمه تراينجل. 4 كواد، احفظ كلمه كواد بس. خلاص
طيب 5 بنتاجون. بص 6 هيكسجون اند سو اون. طيب بس كده. قال لي لا، البوليجون ليه فكرة تاني. ايه الفكرة التانية؟ قال لي تعالى يا مستر، البوليجون احنا هنفكر فيه من ناحية تانية. ايه هو اللي ممكن يبقى ريجولار وممكن يبقى irregular؟ بص يعني ايه ريجولار؟ قال لي ريجولار يعني نلاقي ان السايدز بتاعته اللي هو بيتكون منها والانجلز ايكوال. يبقى السايدز، لما تسمع كلمة ريجولار يبقى السايدز ايكوال ان لينس. طب والانجلز؟ قال لي تبقى ايكوال ان ميجر. يبقى تاني، اول ما اسمع كلمه ريجولار بوليجون يبقى انا هتكلم عن كام حاجه؟ حاجتين، السايدز ايكوال ان لينس والانجل ايكوال ان ميجر. طيب يجي يختبر حضرتك ويقول لك بريمتر اوف ريجولار بوليجون هوز سايد، او خليها بلاش ريجولار بوليجون، خليها ريجولار بنتاجون مثلا. هوز سايد 10 سنتيمتر. يعني ايه كلمة بريمتر؟ قال لي الصم بتاع السايدز بتاعته. طيب الراجل قايل لي انا عايز البريمتر اللي هو الصم اوف السايدز لريجولار بنتاجون. يعني ايه ريجولار بنتاجون؟ قال لي يعني all sides are equal. طب equal كام؟ 10. يبقى الصم بتاعهم بكام؟ قال لي يبقى البريمتر equal كلمة بنتاجون يعني 5. يبقى 5 times 10 equal 50 سنتيمتر. خلاص؟ تمام؟ وضحت؟ طب اجي اقول لك عايز بريمتر اوف ريجولار هيكساجون والسايد بتاعه ب 10، قال لي هيكساجون يعني 6، يبقى 6 تايم 10. خلاص؟ ريجولار اوكتاجون، اوكتاجون يعني 8، يبقى 8 تايم 10. خلاص؟ فهمنا يعني ايه كلمة بريمتر؟ ماشي. وخلاص عرفنا ان السايدز ايكوال ان لينس والانجل ايكوال ان ميجر. طب الريجولار؟ لا، الريجولار ده اي بوليجون عادي كده. خلاص؟ يعني ولا سايدز ايكوال ان لينس ولا الانجلز ايكوال ان ميجر. هنا اول سايدز، ها؟ كل السايدز ايكوال ان لينس اهي، وهنا اول انجلز. خلاص؟ وضحت؟ طيب قال لي يا مستر كمان احنا عايزين نتكلم عن حاجه مهمه. ايه هي؟ قال لي في شويه رولز كده. الرولز اللي احنا هندرسها السنه دي هم فور رولز لازم تبقى حافظهم زي اسمك. خلاص؟ طيب الفور رولز، قال لي لو هو ريجولار، لو هو الريجولار. خلاص يعني ايه؟ لو بوليجون عادي. قال لي بوليجون عادي انا بسألك في حاجتين، sum of exterior angles. قال لي يا مستر اول ما اسمع كلمة sum و exterior ما يفرقش بقى معايا البوليجون ده نوعه ايه. خلاص السم اوف الاكستيريور ايكوال كام؟ 360. فيجي في الامتحان يقول لك سم اوف اكستيريور انجل اوف تراينجل ايكوال 360، سم اوف اكستيريور انجل اوف سكوير ايكوال 360، سم اوف اكستيريور انجل اوف ريجولار هيكساجون 360، سم اوف اكستيريور انجل اوف بنتاجون 360. خلاص يبقى اي بوليجون عندي السم بتاع الاكستيريور بتاعه كام؟ 360. من غير ما تفكر، اول ما تسمع كلمه سم واكستيريور مش هكمل السؤال يا مستر، انا عارف ان الاجابه كام؟ 360. وضحت؟ ماشي. طيب سم اوف الانتيريور بقى، انجلز. قال لي لا، هنا مضطر بقى اكمل السؤال بتاعي واحفظ الرول بتاعها. هي بتبقى ايه؟ ان ماينس 2 وما تنساش البراكت تايم 180. خلاص يبقى sum of interior angle equal bracket n minus 2 خلاص close the bracket تايم 180. خلاص
وضحت؟ طب مين ال N دي؟ قال لي number of sides. خلاص؟ يعني لو هو كواد يبقى ال N بكام؟ قال لي ب 2، يبقى 2 minus 2، إيه سوري، كواد، كواد يعني 4، يبقى 4 minus 2 تايم 180، واحسبها على الكالكوليتر. طب لو هو هيكساجون؟ قال لي الهيكساجون هيكسا يعني 6، يبقى ال N بكام؟ ب 6، يبقى 6 minus 2 تايم 180. خلاص؟ بنتاجون، بنتا يعني 5، يبقى 5 minus 2 تايم 180. خلاص؟ يا رب تكون فهمتها. ماشي. قال لي طب الريجولار؟ قال لي لا، الريجولار بقى انا بسألك على ميجر اوف اكستيريور انجل. يبقى في الريجولار انا بسألك على ايه؟ انجل، انجل واحدة بس اللي بسألك عنها. خلاص؟ طيب ميجر اوف الاكستيريور انجل ايكوال ايه؟ قال لي 360 اوفر ان. خلاص؟ يبقى عشان اجيب الاكستيريور انجل 360 اوفر ان. طب هي مين الاكستيريور انجل دي؟ ماشي، تعالى نشرح مين الاكستيريور انجل. تعالى نشوف اي بتاع. بوليجون موجود عندي. خلاص؟ شايف الانجل دي؟ دي اسمها ايه؟ انتريور. يعني ايه انتريور؟ جوه البوليجون، موجوده جوه. طب دي انتريور، طب دي انتريور، طب دي انتريور، طب ودي انتريور. خلاص؟ يبقى انتريور انجل يعني ايه؟ موجوده جوه البوليجون. طب لو اخدت اي سايد في البوليجون، يعني ايه خدنا اي سايد في البوليجون؟ تعالى كده نشوف مثلا خدت السايد ده وعملت له اكستنشن، شديته من هنا كده. خلاص؟ قال لي يبقى في انجل يا مستر ظهرت جديده بره كده، بره البوليجون، دي اسمها ايه؟ اكستيريور. خلاص؟ طب يا مستر لا لا، ما عجبنيش ده، انا مسكت السايد ده وعملت له اكستنشن كده. في انجل جديده يا مستر اهي ظهرت. شايف الانجل الجديده دي؟ دي اسمها ايه؟ اكستيريور. خلاص؟ طب الاكستيريور انجل دي ايكوال كام؟ قال لي ممكن اجيبها بطريقتين، ممكن اقول له 360 اوفر ان، ده لو هو ايه؟ ريجولار. طب لو هو بوليجون عادي ما كانش ريجولار، قال لي يبقى الاكستيريور ايكوال 180 ماينس الانتيريور. خلاص؟ يبقى لو بوليجون ريجولار اقدر اقول له ان الاكستيريور 360 اوفر ان. مين ال ان ده؟ نمبر اوف السايد، نمبر اوف الفيرتكس، دول دول اسمهم الفيرتكس. خلاص؟ طب لو هو الريجولار يعني بوليجون عادي ما كانش بالشكل ده، كان عامل كده 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 كده. خلاص؟ ده بوليجون عادي مش ريجولار. خلاص؟ عايز اجيب الاكستيريور، قال لي تمسك كده، ده كده يبقى ستريت لاين، دي الاكستيريور، يبقى 180 ماينس الادجيسنت بتاعتها، الانتيريور بتاعتها. بس مش اي انتيريور، الادجيسنت انتيريور. خلاص؟ يعني الانتيريور اللي جنبها على طول. ماشي، هفترض ان انت فهمت. الموضوع سهل والله العظيم، مش عارف انتوا بتحسسوني ان احنا بنقول الفيس. خلاص؟ ماشي. طب مستر ما فهمتش اللي انت قلته ده، عيد الفيديو تاني. ما فهمتش برضه، تعال اسأله. بس ان شاء الله تفهم، يعني انت اكيد مش غبي قوي كده. خلاص؟ ماشي. قال لي يبقى الاكستيريور ممكن اقول له 360 اوفر ان، او اقول له 180 ماينس الادجيسنت انتيريور. هكتب انتيريور على طول عشان اسهل على نفسي. خلاص؟ ماشي؟ ماشي. طيب ده لو انا عايز الاكستيريور انجل، انجل خلاص هنا كنا بنجيب الصم. ماشي. اللي طب يا مستر لو انا عايز ميجر اوف انتيريور انجل، الانجل الانتيريور بنعمل ايه؟ قال لي برضو عندي فكرتين، ممكن اروح اقول له ان ماينس 2
تايم 180. كده احنا جبنا ايه الصم بتاعهم، يعني ايه الصم بتاعهم تاني؟ مش عارف والله العظيم الحتة دي بتعقدني منكم، بحسكم ليفل الوحش في الذكاء المؤاخذة يعني. الله حبايب قلبي. اللي بص يا مستر، احنا عايزين ميجر وفي الانتيريور انجل، عايزين الانجل دي اللي مش انجل ايه مثلا، ايه بي سي دي اي، الانجلز دي كلها ايكوال بلس. انجل ايه ايكوال بي ايكوال سي ايكوال دي ايكوال اي. اه طب مش انا ممكن اجيب الصم بتاعهم، اجيبهم كلهم على بعض بكام واعمل له ديفايدد ان ديفايد النمبر بتاعهم خلاص ماشي. قال لي ممكن يا مستر نعمل حركه تانيه، ممكن اروح اقول له 180 ماينس 360 اوفر ان. ماينس 360 اوفر ان دي الاكستيريور يعني ايه؟ قال لي يعني بص يا مستر، انا هروح امسك اي انجل منهم وهجيب الاكستيريور بتاعتها. يبقى انا جبت الاكستيريور اعرف اجيب الانتيريور. اه 180 ماينس الاكستيريور خلاص. ما هو الاكستيريور 180 ماينس الانتيريور، طب الانتيريور 180 ماينس الاكستيريور خلاص. وضحت اللي هو ده 360 اوفر ان، دي اسمها ايه الاكستيريور خلاص. طيب جملة أخيرة بقى برضو في الرجل، لو أنا عايز number of side اللي هتبقى 360 over ال exterior خلاص. وضحت؟ طب ما كانش مديني ال exterior، قال لي يبقى 360 over 180 minus ال interior خلاص. ممكن اعملها كده 360 over 180 minus ال interior. مين ال 180 minus ال interior؟ اللي هو ال exterior. طيب مش فاهم حاجة يا مستر، تعالى نفهم في الأسئلة حبيب قلبي. يلا sum of measure of exterior angle. exterior يا تحفة ما بكملش خلاص، أنا عارف إن هو كام 360. sum of measure of interior angle، قال لي لا استنى، interior angle لمين؟ للتريانجل. قال لي انتيريور انجل يبقى انا حافظ الرول بتاعها ان ماينس 2 تايم 180. طب التريانجل ده كام سايد؟ 3. قال لي يبقى هيبقى 3 ماينس 2 تايم 180 ايكوال 3 ماينس 2 كام؟ 1. 1 تايم 180 180. قال لي وفي شويه حاجات كده لازم حضرتك حافظها، ايه هي؟ السم اوف انتيريور انجل اوف تريانجل ايكوال 180، هكتبهم هنا اليوم نكتبهم في اخر البتاع ماشي. sum of measure of interior angle of pentagon، قال لي يا مستر sum of measure of interior يبقى n minus 2 تايم 180. طب ال n بكام يا مستر؟ بنتا يعني 5، يبقى 5 minus 2 تايم 180 ايكوال. قال لي اروح افتح الكالكوليتور بتاعتي، اروح اقول له كده 5 minus 2 تايم 180 ايكوال. مستر ده طلع رقم بالنيجاتيف، طبعا هيطلع رقم بالنيجاتيف ليه؟ عشان انت متخلف يا حبيب قلبي، مش احنا قلنا اوعى تنسى البراكت؟ ماشي يبقى ارجع تاني واروح احط ايه براكت خلاص، دوس ايكوال، يبقى طلعت 540 خلاص ماشي. طيب sum of measure of exterior angles، ايه ده ايه ده sum و exterior، مش هكمل خلاص على طول. الاجابه كام؟ 360 ماشي. بيقول لي number of sides of regular polygon is 5، يبقى يعني البوليجون ده اسمه ايه لما يكون number of sides بتاعته 5 pentagon. ماشي measure if measure of the interior angle x then x equal 5. هو عايز الانجل الانتيريور، قلنا يا مستر ممكن اعملها ازاي؟ اروح اقول له n minus 2 في براكت
تايم 180 اوفر 10. خلاص تطلع، تعال نروح نمسك الكالكوليتر بتاعتنا. فراكشن، واروح افتح براكت واروح اقول له 5 ماينس 2، تقفل البراكت، تايم 180 اوفر 5 ايكوال 180 يا مستر. بس يبقى هنا 5 ماينس 2 تايم 180 اوفر 5 تطلع 180. طب واحد تاني اكسترنت يقول يا مستر انا عايز احل السؤال ده بطريقتين. بقول يا باشمهندس، قال لي يا مستر انت قلت لي انا عندنا تو رولز، ممكن اروح اقول له 180 ماينس 360 اوفر ان. خلاص دي بتاعت الاكستيريور، والان انا عارفها بكام؟ ب 5. فاروح اعمل الكالكوليتور بتاعتي، اروح اقول له 360 ماينس فراكشن كده، سوري 180 ماينس فراكشن 360 اوفر ان، طلع لي نفس الاجابه اللي هي 108. خلاص تمام، وضحت؟ طبعا لو انت شاطر تحفظ ايه التو رولز خلاص ماشي، لكن لو انت على الله حكايتك احفظ اي رول فيها ماشي. ميجر اوف الانتيريور انجل اوف ريجولار بنتاجون، اللي هي مستر ما لسه جايبها ب 108. طب ماشي، هو الراجل بيختبرك تاني، عايز يشوفك فهمت ولا لا. ميجر اوف انتيريور انجل اوف ريجولار بنتاجون تاني، خلاص خلاص مش هنجاوبها مش هنجاوبها ماشي. ميجر اوف اتش انجل اوف ريجولار هيكساجون، ريجولار هيكساجون اتش انجل، يعني انا عايز الانجل الواحده يا مستر. يبقى ان ماينس 2 تايم 180 اوفر ان، خلاص اللي هي تطلع بكام؟ قال لي تعالى يا مستر نعملها واحده واحده، هيكسا يعني 6، يبقى 6 ماينس 2 تايم 180 اوفر 6. خلاص الاور ممكن احلها بطريقه ثانيه، اقول ايه اكسبرنت 180 ماينس 360 اوفر 6. خلاص يلا يا باشمهندس تعالى نعملها على الكالكوليتر، نعمل اول واحده يلا فراكشن، اروح اعمل فراكشن وافتح براكت 6 ماينس 2 كلوز ذا براكت تايم 180 اوفر 6 خلاص ايكوال 120 ماشي. طب تعالى نجرب الثانية، 180 ماينس فراكشن 360 اوفر 6 ايكوال 120 ماشي. خلاص ماشي. ميجر اوف انتيريور انجل اوف ريجولار بوليجون اوف 18 سايدز، خلاص الانتيريور انجل عايز انتيريور انجل، اللي يبقى 180 ماينس 360 اوفر 18. خلاص انا استخدمت الرول ده، يلا تعالى نحلها، 180 ماينس فراكشن 360 اوفر 18 equal 160. خلاص وضحت؟ طيب حضرتك هتجرب برضو الرول اللي احنا كتبناه اللي هو n minus 2 تايم 180 اوفر n. طيب how many sides؟ انت عايز السايدز؟ of regular polygon if measure of the interior angle 120، اللي على طول يا مستر انت عايز السايد يبقى 360 اوفر، انا عايز الاكستيريور انت اديتني الانتيريور يبقى 180 ماينس الانتيريور هيدينا نمبر اوف سايدز. يلا يا باشا نفتح الكالكوليتور بتاعتنا، يبقى 360 اوفر 180 ماينس 120 ايكوال 6، يبقى نمبر اوف سايدز ايكوال كام؟ 6. بص وضحت؟ If measure of interior angle of regular interior angle of regular polygon is 135، عايز number of sides تاني. هنعمل ايه؟ اللي يا مستر number of sides يبقى 360 over
180 ماينس الانتيريور اللي هي كام؟ 135 ايكوال، يلا يا باشا 360 فراكشن الاول اوفر 180 ماينس 135 ايكوال 8. بص السؤال اللي بعده، number of diagonals of quadrilateral، قال لي number of الدياجونال، الكواد فيه كام diagonal؟ 2. طيب تاني، ازاي بنجيب number of الدياجونالز؟ قال لي n في n minus 3 over 2. خلاص؟ تعال على جنب كده نشرح الحتة دي تاني. هتشوف number of diagonal، أنا ما كتبتش أي بتاع، ماشي. يلا يا باشا، عايز number of diagonals للبنتاجون. قال لي ده 5 صح؟ اه، يبقى n في n minus 3 over 2. طيب، احنا قلنا ال n بكام؟ 5 اللي يبقى 5. 5 minus 3 اللي هي كام؟ 2 over 2، يبقى number of the diagonal equal 5. طب مين هو الدياجونال ده؟ حد يقدر يقول لي ايه الدياجونال؟ قال لي الدياجونال هو line segment. اللي هو line segment match between two non adjacent vertices. يعني ايه؟ قال لي هتمسك كده، ادي دياجونال وده دياجونال. طب ينفع اوصل من هنا لهنا؟ لا. طيب اللي بعده انا كده فور دياجونال صح؟ ماشي، ده طلع هنا. ايوه، ادي ال 5 دياجونال اللي هو ايكوال 5. طب هنا ده كام فيرتكس؟ قال لي 1 2 1 2 3 4 5 6. قال لي يبقى 6 في n minus 3 اللي هي تبقى كام؟ 3 over 2. خلاص؟ نحسب الكلام ده على الكالكوليتر. 6 divided 2 ب 3 times 3 ب 9. يبقى number of diagonal equal كام؟ 9. طب هنا قال لي ده quadrilateral في 4، يبقى 4 في n minus 2 يبقى 2 over over 2 يطلع كده. انا عامل حاجه غلط، n minus 3 4 minus 3 ب 1 1 يحول، ماشي over 2، يبقى يدينا 2 diagonals. خلاص، يبقى quadrilateral فيه كام diagonal؟ 2. طب هنا قال لي برضو ده quadrilateral، اللي يبقى quadrilateral فيه كام diagonal؟ 2. خلاص، مش محتاج quadrilateral يبقى فيه 2 diagonals، quadrilateral يبقى فيه 2 diagonals. طب هنا 1 2 3 4 5 6 7 8، اللي يبقى 8 في 8 minus 3 over 2. نحسب الكلام ده على الكالكوليتر، يعني نحسبه على الكالكوليتر. انستغرام ممكن احسبه بدماغي. لا معلش معلش، يعني انا بثق في دماغك الجباره، بس احتياطي احسبه على الكالكوليتر وبعد كده احسبه بدماغك. انا مش معترض ان انت تجرب دماغك. اللي يبقى فيه كام دايجونال؟ 20. خلاص؟ طب هنا 1 2 3 4 5 6 7. خلاص؟ قال لي يبقى 7 في 7 minus 3 over 2. خلاص؟ يبقى تاني عشان اجيب number of الدياجونال equal n في n minus 3 over 2. خلاص؟ ماشي. يطلع كام؟ ده هيبقى 4 divided 2 2 times 7 14، يبقى number of diagonal 14. خلاص؟ أتمنى تكون فهمتوها.
استنى كده، خلصوا، خلصنا كده الأسئلة. ماشي، تعال نشوف الأسئلة اللي بعدها. some، لا لا، أول من كلمة some دي، some of measure of exterior angles، some و exterior، مش هكمل يا مستر، خلاص 360. some of measure of angles of quad. طب هو ما قالش exterior يا مستر، يبقى يقصد ال interior. يبقى n minus 2 time 180 تطلع 360، عشان ال n بكام؟ ب 4. في شوية حاجات أنا قلت لك مهم إن أنت تبقى حافظهم، خلاص، عشان هنستخدمهم كتير. sum of interior angles of triangle. قال لي خلاص يا مستر من غير ما احسب انا عارف ان هم كام؟ 180. طيب اوف كوادريلاترال، اللي خلاص يا مستر من غير ما احسب انا عارف ان هم 360، خلاص. طيب نمبر 3 ده براحتك، يعني يا تحفظه يا تجيبه بالرول، اللي هو البنتاجون. قال لي هو 540، خلاص. ممكن اروح اجيبه بالرول، اقول له 5 minus 2 تايم 180، خلاص، يعني براحتك يا تحفظه يا تجيبه بالرول. ماشي ماشي. measure of each interior angle of the hexagon. قال لي عايز ال interior angle. عندنا كام رول؟ 2 rules. يا اما اروح اقول له 180 minus 360 over 6 فيطلع 120، or روح اقول له 6 minus 2 time 180 over 6 خلاص، الاثنين هيطلعوا 120. measure of each interior angle of regular pentagon. قال لي 180 minus 360 over 5 خلاص. انا بحب الرول ده، بحسه اسهل من ده، بس انت لك مطلق الحريه. ها طيب تعالى نشوف. One hundred eighty minus 360 over 108. ماشي. sum of measure of exterior and exterior وسام، خلاص شكرا يا مستر 360 مش هكمل. ماشي. perimeter of regular hexagon. perimeter يعني sum وhexagon يعني 6. قال لي يبقى السايد الواحد بكام؟ اكسترا 30 ديفايدد 6، ما هم كلهم ايكوال يا مستر، خلاص. يبقى تاني بريمتر يعني ايه؟ سم. فاقول لك السم اوف السايدز ايكوال كام؟ 30. طب هم كام سايد؟ 6. يبقى السايد الواحد بكام؟ 30 ديفايدد 6 خلاص ايكوال 5 سنتيمتر. ماشي. اند ذا ميجر اوف اتش انتيريور انجل. طب عايز الانتيريور انجل، قال لي ده هيكساجون صح؟ عايزين الانتيريور نعمل ايه؟ قال لي 180 minus 360 over ال n اللي هي 6 خلاص، تطلع 120. ماشي. انا مش عايزك تحفظ الارقام، انا عايزك تحفظ الرول، خلاص. طب يا مستر ما حفظتش الرول ده، حفظت الرول ده n minus 2 time 180 over n صح برضه، ال n بكام؟ ب 6 تمام؟ ماشي. بريمتر، بريمتر يعني سم، بريمتر يعني سم اوف السايدز خلاص؟ ايكوال كام؟ 80. طب هما السايد لينس بكام؟ ب 10. اللي يبقى نمبر اوف السايدز ايكوال 80 اوفر 10 خلاص؟ تطلع ايكوال 8 سايدز. يبقى احنا عندنا كام سايد؟ 8. عايز measure of each interior، قال لي يبقى 180 minus 360 over 8 خلاص تمام؟ وضحت؟ يبقى عايز ال interior angle، بعمل ايه؟ 180 minus 360 over 8 او n minus 2 time 180 over n، على الله حد ما يكونش حفظ الرول.
يس. طيب كده احنا خلصنا الأسئلة بتاعت الكومبليت واللي تشوز، يا رب تذاكرها كويس. طيب تاني، الأسئلة بتاعت الكومبليت واللي تشوز كانت بتتكلم عن إيه؟ قال لي كلمة سم، سم دي كان حاجتين، يا إما اكستيريور، وساعتها على طول بقول كام؟ 360، يا إما انتيريور. طب انتيريور دي كنا بنقول إيه؟ n minus 2 تايم 180، خلاص؟ وضحت؟ يبقى تاني كلمة سم كنا بنشتغل فيها في كام حاجة؟ حاجتين، يا إما أقول لك سم أوف إكستيريور، في حضرتك تقول لي 360 على طول ما فيهاش تفكير والله. طب سم أوف الإنتيريور n minus 2 تايم 180، خلاص؟ وضحت؟ ماشي يا مستر، فهمناها، أتمنى. طيب بعد كده قال لي أخدنا كلمة إيه؟ ريجولار، خلاص؟ وقلنا ريجولار دي يا إما أقول لك بريمتر، وبريمتر معناها إيه؟ سم بس أوف سايدز، خلاص؟ ماشي، يا إما أقول لك اتش أنجل، خلاص؟ يا إما أقول لك اتش أو اكستيريور أنجل برضه، خلاص؟ طيب تعالى نمسك البريمتر، قال لي سم اوف السايدز، يعني لو انا عايز اجيب البريمتر ممكن نحفظ التراينجل ده، البريمتر قال لي نمبر اوف السايدز تايم السايد لينث، بس يبقى البريمتر نمبر اوف السايدز، انا عندي كام سايد في السايد لينث، في السايد الواحد بكام، خلاص ماشي. طب الانجل قال لي بص يا مستر، ممكن اروح اقول له 180 minus 360 over n، او اروح اقول له n minus 2 time 180 over n، خلاص. يبقى تاني في الريجولار بوليجون عايز ميجر اوف 1 انجل، اعمل ايه؟ قال لي 180 minus 360 over n، او n minus 2 time 180 over n. يا رب تحفظه والله العظيم، ده من كتر ما احنا عمالين نعيد انا صدعت، اكيد انت كمان صدعت. ماشي، طب الاكستيريور انجل يا مستر، قال لي على طول اروح اقول له 360 اوفر ان، ده يدينا مين؟ الاكستيريور انجل، خلاص؟ وضحت؟ ماشي، بالمره، هو اللي جبت ده كله لنفسي، يلا. اللي بص يا مستر، في شوية حاجات كده قلنا كمان هنحفظهم. الترينجل، بص السم بتاعه كام؟ 180. طب الانجل لو هو ريجولار، على فكرة الترينجل لما بيبقى ريجولار بيبقى اسمه ايكولاترال ترينجل، خلاص. طيب الانجل بتاعته بتبقى بكام؟ 60، ودي المفروض تكون حضرتك حافظها من الترم الاول، ها؟ طيب في الكوادراترا السم بتاعهم كام؟ 360، اللي على فكره لما بيبقى ريجولار بيبقى اسمه ايه؟ سكوير، خلاص. طب الانجل بتاعته بكام؟ ممتازين 90 ديجري، ايوه عيال الشطاره دي. ماشي، بعد كده البنتاجون اللي السم بتاع الانجلز بتاعته بكام؟ 540. طب الانجل الواحده اللي بيبقى اسمه الاول ايه؟ ريجولار بنتاجون، خلاص. طب الانجل الواحده بكام؟ قال لي 108. عايز تحفظهم كتر الف خيرك، ده زياده بس غصب عنك هتبقى حافظ الرول، خلاص. ان ماينس 2 تايم 180 ده يدينا السم. طب n minus 2 تايم 180، واوعى تنسى البراكت، اوفر n يدينا الانجل، او 180 minus 360 اوفر n، خلاص؟ ماشي، اقول لك الهكس اون بالمره، فصل الرول.
ماشي. الأسئلة دي إيه الأسئلة دي؟ قال لي أنا عندي سؤال حاجة أنون أهي. نبدأ الكلام بتاعنا إزاي عشان نحل السؤال ده؟ قال لي في جمل ثابتة كده نسبة في البروف لازم أكون عارفها. خلاص؟ أول حاجة هنا هروح أقول له سم أوف، أنا عايز انتريور أنجل، يبقى سم أوف الانتريور أنجلز أوف الشيب ده اسمه إيه؟ قال لي اسمه ABCD. ABCD ده إيه؟ كواد. عايز تقول لي على طول 360 ماشي، عايز تقول لي 4 ماينس 2 تايم 180 ماشي، اللي يريحك اكتبه. طيب مين الانجل اللي انا عايزها دي؟ قال لي يبقى ميجر اوف انجل دي ايكوال 360 ماينس اوبن براكت 90 بلس 100 بلس 80. بس احسب الكلام ده على الكالكوليتر الجميله بتاعتك وقول لي هيطلع كام. يلا 360 ماينس اوبن براكت 90 بلس 100 بلس 80، اقفل البراكت، ايكوال 90 ديجري. طب يلا السؤال اللي بعده. مستر ده بيسأل على انجل، يبقى لازم ابدأ بجملة ايه؟ الله عليك يا فنان. sum of interior angles. طب الشيب بتاعنا ده اسمه ايه؟ قال لي اسمه A B C D E equal، مش حافظهم يا مستر. ماشي تعال نجيبها بالرول، دول كام لتر؟ 1 2 3 4 5، يبقى 5 ماينس 2 تايم 180 يطلع 540. كالكوليتر ماشي. قال لي بعدين يا مستر اللي احنا عايزين ميجر اوف انجل دي، قال لي يبقى ميجر اوف انجل دي equal 540 ماينس الرقم اللي انا جبته هنا ببدأ بيه ماينس اوبن براكت، يلا حبيب قلبي 90 بلس 90. جبنا ال 90 دي من فين؟ ما قلنا علامة السكوير دي معناها 90 بلس 112 بلس 130. خلاص يلا يا باشا على الكالكوليتور الجميلة بتاعتك. أو يا مستر 540 ماينس وبين براكت 90 بلس 90 بلس 112 بلس 130 كلوز ذا براكت، اوعى تنسى البراكت الله يبارك لك، طلع 118. خلاص وضحت؟ يا رب تكون وضحت. ماشي يلا. ايه ده يا مستر؟ ايه الشكل ده؟ ما خدناهوش، يخرب بيت. قلت لك لما اكون عايز منك حاجه انون بنبدا بجمله ايه؟ الله عليك، والله العظيم في عيل كده يفتح نفسك يقول لك sum of interior angles of الشكل بتاعي ده اسمه ايه؟ A B C D E كل ده F بس equal دول كام لتر؟ 1 2 3 4 5 6، يبقى 6 ماينس 2 تايم 180 ايكوال، روح امسك الكالكوليتور بتاعتي اهو، 6 ماينس 2 تايم 180 بلس، بص على الكالكوليتور كويس الكورش للأسف يا أختي. تمام الله يخرب بيتك يا حبيب قلبي، اوعى تنسى البراكت. مش عارف والله العظيم اعمل فيكوا ايه عشان تفتكروا الكلام ده، بتشل وانا وبصحح. equal 720 ديجري خلاص ماشي. بعدين يا مستر قال لي تعالى بقى، هو عايز مين؟ اكس. قال لي تعالى نمسك اللي جوه ده، يبقى اكس بلس مين الاكس ده؟ الايه؟ البي بكام؟ ب 90 بلس اكس بلس 115 بلس 165 بلس 110. خلاص خلصنا ها؟ ايكوال 720. طيب انا قلت لك هوريها لك ازاي تحلها على الكالكوليتر وبعد كده هنحلها بدماغك. خلاص؟
ازاي بنحلها على الكالكوليتور؟ قال لي هروح اكتب الشكل المقرف ده على الكالكوليتور. ازاي؟ ازاي هكتب الاكس؟ هدوس زرار الفا، شايف الزرار اللي انا معلم عليه ده؟ الفا، وبعد كده ادوس علامة البراكت، فلاقيه كتب اكس، يبقى اكس بلس 90 بلس، عايز اكتب اكس تانية، الفا اكس بلس 115 بلس 165 بلس 110 خلاص. عايز اكتب علامة الايكوال، يبقى الفا تل، كتبت ايكوال يا مستر 720 خلاص. ماشي كده، انا كتبت السؤال زي ما هو. ها بص، والله العظيم ما حطيت اي حاجه من دماغي، علامه الايكوال حطيناها زي ما هي. طب فاكر ازاي حطينا علامه الايكوال؟ الفا وزرار كالك اللي هو ده، شايف الزرارين دول اللي تحت بعض، ماشي، اللي هو يعني الفا وكالك، ماشي. بعدين يا مستر عايز اعمل سولف، فادوس زرار شيفت، شايف الزرار اللي انا معلم عليه ده؟ شيفت، بيقول لك سولف فور اكس، يعني انت عايزني اجيب لك انا قيمه الاكس؟ هتقول له يس ايكوال، اهو قال لك بكام؟ 120، يبقى الاكس ايكوال 120، اكس ايكوال 120. طيب كده احنا خلاص حليناها بالكالكوليتور وخدنا الدرجه بتاعتها. تعالى بقى ايه نفهم احنا عملنا ايه. قال لي اكس واكس دول لايك تيرم، تعالى نعمل لهم بلس، اكس واكس تبقى x run 2x plus 90 115 165 110. تعالى نعمل لهم بلس على الكالكوليتر عشان انتوا اذكياء جدا. يلا 90 plus 115 plus 165 plus 110 equal 480. الكلام ده كله equal كام؟ 720. طب احنا عايزين الفاليو بتاعت الx، يبقى البلس يروح للأذر هاند سايد، ايه يروح الناحية التانية بالماينس. قال لي هعمل علامة فراكشن كده، روح اقول له 720 ماينس 480 اوفر 2، واحسب الكلام ده على الكالكوليتر، هيطلع الاكس ب 120. وضحت؟ يا رب تكون فهمت الطريقتين. طب مستر انا لو كتبت دول تاخد درجات زيادة؟ لا. طب لو ما كتبتهمش هنقص؟ لا. خلاص ماشي، معلش معلش انا بتعصب احيانا كده بس مش فاهم ليه. يلا السؤال اللي بعده، مستر ده عايز الفاليو بتاعت الاكس. ايوه طب اعمل ايه؟ ما خدناش. الله يخرب بيتك، والله العظيم الله يخرب بيتك يا ابني يا حبيبي. قلنا لما اكون عاوز الاكس او عايز انون، عايز حاجه مش موجوده، بروح ابدا كلامي بايه؟ الله عليك، صم اوف، والله العظيم المفروض تكون حفظتها. sum of interior angles of الشكل بتاعنا ده اسمه ايه؟ A B C D، ده كوادراترال يا مستر، انا حافظهم 360. طب مش حافظهم؟ قال لي هروح اقول له 4 minus 2 time 180 طلع equal 360 خلاص، ممتازين. وبعدين قال لي يا مستر اروح اكتب بقى الحاجات اللي جوه، ال A ب 90 بلس ال B ب 3x بلس ال C 5x بلس ال D 2x equal 360 equal الرقم اللي احنا جبناه هنا ده، اكتبه هنا. بص محدش يعمل لي السهم ده، والله العظيم بتجنن منكم. ماشي وبعدين اروح احلها على الكالكوليتور زي ما انا علمتك. يلا تاني ركز بقى معايا عشان لو ما كنتش فهمتها من اول مره تفهمها في المره الثانيه. اكتب 90 بلس، عايز اكتب 3x، ادي 3 وحرف الاكس الفا اكس خلاص، بلس 5x، ازاي هكتب 5x؟ 5 الفا وحرف الاكس بلس 2x، ازاي هكتب الاكس؟ الفا وحرف الاكس. الايكوال بقى بكتبها ازاي؟ قال لي الفا والزرار اللي تحت الشيفت اللي هو الفا كالك ايكوال كام؟ 360 خلاص. طيب كتبنا يا مستر السؤال، وبعدين قال لي خد بالك انا كاتب السؤال زي ما هو من غير ما احط اي فكره من دماغي، عايز احل اقول له شيفت كالك خلاص. بيقول لي اعمل سولف فور اكس، بعد الجمله دي تدوسي ايكوال خلاص،
ما حدش يكتب لي 120 بعد كلمة solve for x بدوس ايه؟ equal. طلعت ال x ب 27، يبقى x equal 27. عايز احلها تاني بدماغي، يلا قال لي هتبقى 90 plus 3x و 5x و 2x، 3 و 5 8 و 2 10، يبقى 10x equal 360. طب احنا عايزين ال x بس يا مستر، قال لي تبقى 360 minus الرقم اللي موجود هنا يروح للناحية التانية بالنيجاتيف، minus 90 over coefficient of x، الرقم اللي جنب ال x اللي هو 10. خلاص الخطوتين دول صعبين، اعملها كالكوليتور. خلاص تطلع ال x ب 27. وضحت؟ والله المفروض تكون وضحت. ماشي، ايه ده؟ قال لي دول تو ستريت لاين انترسكت اكس ران. قال لي يبقى ايه فيرتيكالي اوبزيت انجل؟ يعني ايه فيرتيكالي اوبزيت انجل؟ قال لي يعني الانجل دي كده باكس يا مستر، يبقى دي برضو باكس. طب الانجل دي كده يا مستر ب 3x ماينس 8، يبقى الانجل اللي تحت 3x ماينس 8. طب يا مستر مش حضرتك قلت لنا اي تو ادجيسنت انجل يبقوا 180؟ يعني الانجلز دول كده 180، يبقى انا هروح اقول له كده x plus الانجل الثاني احطها في براكت زي ما هي كده 3x minus 8 equal 180. تعرف تجيب ال x؟ اه يا مستر اعرف. ازاي؟ كالكوليتر. ماشي، طب لو انا ما عنديش زرار كالك ده يا مستر، خلاص هتحلها بدماغك او هتستلف كالكوليتر من حد من اصحابك او هتشتري كالكوليتر، لان انت كده كده هتحتاج الخطوات دي لو انت هتكمل ثانوي. خلاص ماشي، يلا يا باشمهندس. الفا اكس بلس اوبن براكت 3 الفا اكس ماينس 8 كلوز براكت علامه الايكوال. ازاي بكتب الايكوال؟ الفا ثالث ايكوال 180، بعدين ثيفت ثالث. بيقول لي سولف فور اكس، ما تنساش تدوس ايه؟ equal. هنزل تحت اهو ادوس equal، طلعت 47، يبقى ال x equal 47. طب عايز احلها بدماغي، احلها مطبقه. خلاص جرب انت عيش حياتك. تعال نحل بقى السؤال ده مستر. ايوه، قال لي شايف الانجل دي؟ اه دي اسمها exterior. اول ما اشوفها في السؤال بتاعي اروح اجيب مين؟ الانتيريور. خلاص يبقى اروح اقول له ميجر اوف انجل زي ايكوال، حرف الزي انا بكتبه كده ها عشان ما حدش يقول لي ايه الحرف ده. ميجر اوف انجل زي ايكوال 180 ماينس الاكستيريور اللي هي 120، تطلع ايكوال كام؟ 60 ديجري. ماشي، امسح بقى الكلام ده. انا عرفت الانجل دي كده بكام؟ ب 60 ديجري. طيب مش احنا دخلنا جوه البوليجون؟ اه، اللي يبقى يا مستر اول جمله اقولها جوه البوليجون سم اوف انتيريور انجلز اوف البوليجون بتاعنا اسمه ايه؟ ال اكس واي زي ايكوال كام؟ قال لي يا مستر دول كام انجل؟ 1 2 3 4، دول 4، يبقى 4 ماينس 2 تايم 180. لو انت شاطر هتبقى حفظتهم 360. طيب مين الانجل اللي ناقصاني؟ الاكس. يبقى اروح اقول له ميجر اوف انجل اكس، اهي دي اللي مش موجوده، ايكوال 360 ماينس وبين براكت 60 بلس 70 بلس 90. ونحسب الكلام ده على الكالكوليتور. يلا يا حبيب قلبي افتح الكالكوليتور بتاعتك. 360 ماينس اوبن براكت يا مستر ومش هنساه 60 بلس 70 بلس 90 كلوز براكت ايكوال 140 ديجري. خلاص وضحت؟ ماشي، يلا السؤال اللي بعده. مستر دي اكستيريور انجل. ايوه ماشي، اتخضيت والله العظيم. اعمل ايه؟ اروح اجيب على طول الانتيريور يا مستر.
ايوه اسمها ايه الانتريور، اللي هروح اقول له ميجر اوف انجل سي بي اي، سي بي اي ايكوال 180 ماينس الاكستيريور، تطلع ايكوال كام؟ 50 ديجري. مستر انا كده بقيت جوه البوليجون بتاعي، يبقى اول جمله هبدا بيها sum of interior angle، interior angles of اسمه ايه الشكل ده؟ A B C D، دول كام لتر؟ 4. قال لي خلاص يا مستر انا حفظت ال 4 360، لازم اكتب الرول. هو يفضل تكتب الرول عشان تتنيل تحفظه اكتر، بس خلاص يعني لو حفظته هسمع. ماشي طيب، مين الانجلز اللي ناقصه؟ سي. قال لي يبقى اروح اقول له ميجر اوف انجل سي ايكوال 360 ماينس اوبن براكت، نكتب الارقام اللي جوه بقى 120 بلس 80 بلس 50. بص احسب بقى الكلام ده على الكالكوليتور الجميله بتاعتك. مستر ممكن احسبه بدماغي؟ اه بس بعد ما تحسبه بالكالكوليتور. 360 ماينس، اوعى تنسى البراكت، 120 بلس 80 بلس 50 كده. يعني الكالكوليتور تعب. 360 ماينس اوبن براكت 120 بلس 80 بلس 50 كلوز براكت ايكوال 110 ديجري. يا رب تكون حفظت يا اخي. ماشي كده خلصنا ايه الاسئله بتاعت ايه الاكستيريور والصم بتاع الانتيريور والحاجات السهله دي. السؤال ده قال لي السؤال ده بنسميه سؤال السمكه. خلاص ايه سؤال السمكه ده يا باشمهندس؟ قال لي بص يا مستر الشكل ده شبه السمكة فسميناه سؤال السمك. خلاص ماشي، هنبدأ بمين فيهم؟ قال لي احنا عندنا كام بوليجون؟ 2. واحد اسمه ان زد ام، شايف اول واحد ده؟ ده رقم 1. وعندنا البوليجون الثاني اسمه زد ال اكس واي، ده نمبر ايه؟ 2. طيب هنا في كام انجل ناقصه؟ قال لي 1 2 اهي دي بس اللي ناقصه يا مستر، هي الانجل دي بس اللي ناقصه. طيب الشكل التاني في كام انجلز ناقصه؟ 2 انجلز. قال لي احنا بنبدا في اللي فيه انجل واحده بس مش معروفه. بلس وضحت الحته دي؟ ماشي نمسح بقى ده ونبدا نحل مع بعض. يلا يا باشمهندسين. قال لي اول حاجه الشكل ده اسمه ايه؟ ترانجل. ممتاز. قال لي يبقى ترانجل اسمه ايه بقى؟ ترانجل ان ام سي. خلاص في ميجر اوف انجل سي ايكوال الانجل اللي ناقصه عندي دي ايكوال كام؟ قال لي الترانجل انا عارف ان هو 180 السم بتاع الانجلز اوف ترانجل ايكوال كام؟ 180 ماينس الانجلز اللي موجوده عندك 60 بلس 70. تروح تحسبها على الكالكوليتور طلعت كام؟ 50 ديجري. خلصت البوليجون ده، عايز اروح للبوليجون التاني. اللي شايف السطر ده؟ ده مهم جدا، ده اللي يخلينا نتحرك من التراينجل نروح للكوادراترال. خلاص نتحرك من هنا ونروح الناحيه التانيه. يعني ايه يا مستر؟ قال لي يعني حضرتك تروح تكتب لي السطر ده ال ام انترسيك واي ان اد بوينت زي. خلاص طيب تو ستريت لاين انترسكت، قال لي يبقى فيه فيرتيكالي اوبوزيت انجل. يعني ايه؟ قال لي يعني دلوقتي يا مستر اقدر اروح اقول لك ميجر اوف انجل ان زد ام، شايف الانجل دي؟ ايكوال ميجر اوف انجل ال زد واي ايكوال الانجل دي. خلاص ايكوال كام يا باشمهندس؟ 50 ديجري. مش دي يا مستر احنا لسه جايبينها في 50؟ شايف الانجل دي احنا جبناها 50، يبقى اللي قصادها الناحيه الثانيه كام؟ 50. خلاص ماشي. وبعدين قال لي دخلنا في البوليجون الثاني، روح ابدا بجمله sum of
interior angles of الشكل ده اسمه ايه؟ قال لي ال اكس واي زي ايكوال كام يا باشمهندس؟ 4 لترز يبقى 360. طب مين الانجل اللي ناقصه؟ اكس، يبقى ميجر اوف انجل اكس ايكوال 360 ماينس اوبن براكت 150 بلس 50 بلس 80 ايكوال، احسب الكلام ده على الكالكوليتور الجميله بتاعتك واكتب لي. يلا 360 ماينس اوبن براكت 150 بلس 50 بلس 80 بلس براكت ايكوال 80 ب 80 دقيقة. خلاص وضحت؟ اتمنى ما يكونش في حد ايه مش فاهم. طيب مستر ده سؤال السمك. بس التراينجل ده في علامه مميزه شايفينها؟ يبقى ده ايه؟ ايكولاترال تراينجل. يبقى ابدا الكلام بتاعي اقول له تراينجل اف دي اي اس ايكولاترال. يعني ايه ايكولاترال تراينجل؟ قال لي يعني كل الانجلز بتاعته اتش انجل ايكوال 60 ديجري. قال لي يبقى ميجر اوف انجل اف دي اي ايكوال 60 ديجري. خلاص وضحت يا شباب؟ ماشي امسح بقى الكلام ده عشان نكمل. قال لي يا مستر انا عرفت ان الانجل اللي جوه دي بكام؟ ب 60. عايز ادخل على البوليجون الثاني، ازاي ندخل على البوليجون الثاني؟ قال لي لازم اروح اكتب الجمله دي. ماشي تعال نروح نكتب الجمله دي يا باشمهندس. اروح اقول له ايه بي انترسكت سي اف اد بوينت دي. طب نستفيد منها ايه السطر ده؟ معناه ايه؟ قال لي معناه ان انا عندي فيرتيكال يا اوبزيت انجل. يبقى اروح اقول له ميجر اوف انجل اف دي بي ايكوال ميجر اوف انجل اي دي سي ايكوال كام؟ 60 ديجري. وما تنساش تقول لي فيرتيكالي اوبزيت انجل. خلاص مش عارف احنا كتبناها هنا ولا يا لهوي نسينا نكتبها هنا. فيرتيكالي اوبزيت انجل اوعى تنساها والنبي. خلاص ماشي عرفت يا مستر ان الانجل دي 60. دخلنا على الكواد الثاني. قال لي يبقى سام اوف انتيريور انجلز اوف الشكل ده اسمه ايه؟ اي بي سي دي بكام؟ ممتاز 360. قال لي يبقى ميجر اوف انجل بي ايكوال 360 ماينس اوبن براكت. اوعى تنسى البراكت. انا تعبت والله العظيم من الكلام اللي عمال اقول لك عليه ده. عارف اللي هينساه؟ والله بص يلا يا باشا افتح الكالكوليتور بتاعتك. 360 ماينس اوبن براكت 120 بلس 60 بلس 105 بلس ذا براكت ايكوال طلعت 75 ديجري. خلاص يا رب تكون فهمت وحفظت بقى. يلا تاني 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 نبدا بانهي بوليجون؟ اللي بص يا مستر البوليجون ده فيه 1 2 3 في انجل واحده بس مش معروف. يبقى هروح اقول له سام اوف انتيريور انجلز اوف الشكل ده اسمه ايه؟ اي اف ار. يبقى اي بي F R equal ممتاز 360 عشان ده 4 sides. ماشي مين الانجل اللي ناقص عندي؟ قال لي يبقى ميجر اوف انجل R A B equal 360 minus open bracket 120 plus 105 plus 45. تطلع ايكوال كام؟ مش عارف. يلا نمسك الكالكوليتور بتاعتنا. 360 ماينس اوبن براكت 120 بلس 105 بلس 45
close the bracket equal 90 degree. قال لي يبقى الانجل دي طلعت بكام؟ 90 degree. عرفنا الانجل دي ب 90 يا مستر. بعدين عايز ادخل على الشكل الثاني. ايوه لازم اروح اكتب الجمله دي، يا رب اكون حفظتها. ماشي، اللي هروح اقول له اي دي intersect ار بي at point A يبقى measure of angle دي اي بي equal measure of angle ار اي اي equal 90 degree. ليه؟ اللي vertically opposite angle. خلاص ممتازين. قال لي يبقى انا عرفت ان الانجل دي كمان يا مستر ايه 90. تعال نمسك بقى الشيب التاني، اقول له sum of interior angles. الشيب التاني ده اسمه ايه؟ a b c d. a b c d equal كام؟ الله العظيم انتم مهندسين. 360. طب مين الانجل اللي ناقصه عندك؟ قال لي ميجر اوف انجل بي يا مستر، تبقى ايكوال 360 ماينس اوبن براكت 80 بلس 130 بلس 90 تبقى ايكوال. يلا يا باشا تعالى نحسبهم مع بعض. 360 ماينس اوبن براكت 80 بلس 130 بلس 90 close the bracket equal 60 degree. بص يبقى انا عرفت ان الانجل دي كمان بايه؟ 60. وضحت؟ يا رب تكون وضحت. والله العظيم انت لو لسه ما حفظتهمش هتبقى غبي والله. يلا تعال نشوف ده. نبدا بالتراينجل ولا نبدا بالشكل الغريب ده؟ قال لي اكيد هبدا بالتراينجل عشان في انجل واحده بس مش معروف. هروح اقول له sum of interior angles of triangle ABC. طب السم بتاع الانتيريور انجل بتاع التريانجل بكام؟ قال لي 180. خلاص مش محتاج بقى. قال لي يبقى measure of angle B equal 180 minus open bracket 30 plus 58. اروح افتح الكالكوليتور الجميلة بتاعتي، اروح اقول له 180 minus open bracket 30 plus 58 close the bracket equal 92 degree. خلاص ماشي، عرفت يا مستر ان الانجل دي كده 92. قال لي بص يا مستر انا عايز ادخل على الشيب التاني صح؟ بص 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 بص، شايف الجملة دي؟ هي دي اللي بتدخلني على الشيب التاني. اروح اقول له BD intersect AF at point C. ماشي ماشي، قال لي يبقى measure of angle ACB equal measure of angle DCE DCF equal ممتاز 58 degree. ليه؟ vertically opposite angle. الله يبارك لك، ما تنساش الكلام ده بقى. ايش يا مستر؟ خلاص فهمتها، vertically opposite angle. ماشي نعمل ايه تاني؟ قال لي خلاص عرفنا الانجل دي 58، لسه في 2 انجلز مش عارفها. حد عنده اي افكار؟ اسيبك لحظة كده تفكر. مستر بص العلامة دي انا شفتها قبل كده بس مش فاكرها. يخرب بيتك يا حبي يا صديقي يا درة عيني، مش قلنا علامة الأرو دي معناها بارالل؟ يبقى AB بارالل لDE. طب حتى لو نسيت الراجل قايل لك أهو خد بالك في بارالل. ماشي، التو بارالل لاين دول شكلهم عامل كده، احنا قلنا بناخدهم لوحدهم من غير باقي الرسم. طب ده شكل حرف إيه؟ Z. اللي بالشاشة كده هتلاقيه شكل حرف Z. خلاص؟ يعني ايه؟ قال لي يعني measure of angle ABD equal measure of angle BDE. استنى اوريهم. قال لي شايف الانجل دي equal للانجل دي. خلاص الانجل ده
هنا وهنا. طب دي اسمها ايه؟ A B D. طب الانجل التانية E D E. شفتوها؟ ماشي. ايكوال كام؟ اللي ما احنا جبنا انجل بي بتاع ده ب 92. خلاص؟ بس ما تنساش تقول لي كلمة ايه؟ الترنيت. يا سلام، يبقى دي 92 الترنيت. خلاص؟ ماشي. كده انا عندي كل الانجلز، باقي لي واحدة بس، يبقى اروح اقول له ايه؟ سم اوف انتيريور انجلز اوف، اسمه ايه الشكل ده؟ دي اي اف سي، دي اي اف سي، دي اي اف سي ايكوال 360. ممتازين. اللي وبعدين كل حاجه خلاص، في انجل ناقصه عندي اسمها ايه؟ انجل اي. يبقى ميجر انجل اي. بص اجرب اطلع الشاشه فوق شويه. measure of angle E equal 360 minus open bracket الأرقام اللي موجودة فوق 92 plus 125 plus 58 equal. جربها بقى على الكمبيوتر وشوفها تطلع كام، وتطلع 85 degree plus. طيب، أتمنى إن حضرتك تكون فهمت الدرس بتاعنا. بص أنا عارف إن أنا كترت عليك وقعدت ترغي في حاجات كتير، بس اللي يهمني يعني الحاجة اللي انت هتطلع بيها من الدرس ده اللي هتكمل معاك السنين الجاية، ان انت تبقى عارف ان السم of الانتيريور angles equal n minus 2 time 180. اوعى تنسى البراكت. طب السم of exterior angles، قال لي يا مستر 360 من غير ما هفكر. طب ميجر اوف اتش انجل، قال لي ميجر اوف اتش انجل لو هي اكستيريور طبعا انا هنا بتكلم على ريجولر. ها وليكن، لو هي exterior يا مستر يبقى 360 over n خلاص. طيب لو هي interior، قال لي ممكن احلها بطريقتين، ممكن اقول له n minus 2 time 180 over n او 180 minus 360 over n خلاص. ده اللي انا عايزك تبقى طالع بيه من الدرس بتاعك، وقعدنا نحاول نرغي كتير عشان حضرتك تحفظه. لو عندك اي اسئله هتبعت لي على الرقم بتاع الواتس 0270397556. مستر ابراهيم، بص نحاول نذاكر الدرس كويس ونكمل الشيت بتاعنا.